مراسلنا المتواجد في منطقة الأعظمية جابر جمال، مساء الخير ومرحبا بك معنا جابر. الآن أنت متواجد في منطقة الأعظمية، كيف هي الأجواء لديك وانقل لنا جوانب من الاحتفال. نعم إيناس، لا تزال الاحتفالات مستمرة في مدينة الأعظمية، هذه المدينة التي تعتبر من أهم المناطق التي يجرى فيه الاحتفال بذكرى مولد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. تتجمع آلاف المواطنين هنا في هذه المدينة، وأيضا يتوافد الآلاف من المواطنين حتى هذه اللحظة صوب مدينة الأعظمية للاحتفال بهذه المناسبة التي يستذكرها في كل عام المواطنين البغداديين كبقية المناسبات الأخرى. احتفالات كبيرة وبشكل واسع جدا في مدينة الأعظمية، في كل أرجاء مدينة الأعظمية في كل جوانبها تستمر هذه الاحتفالات، ليس فقط هنا في أمام يعني جامع أبي حنيفة النعمان بل في الشوارع الأخرى لمدينة الأعظمية. سأحاول أن ألتقط بعض الصور من جوانب الاحتفال في مدينة الأعظمية، وإن كان الصوت يعود لي بصراحة من الاستوديو لو يعني الشباب يقومون بإصلاح الصوت. تستمر هذه الاحتفالات في مدينة الأعظمية بأجواء وإجراءات أمنية مشددة في مدينة الأعظمية. قطعت الشوارع العامة والشوارع الرئيسة المؤدية إلى مدينة الأعظمية، وأيضا كلما نقترب من نقطة الاحتفال نشاهد تجديد أمني بأطواق أمنية مختلفة من القوات الأمنية بهدف تأمين هذه المنطقة التي تضم عشرات الآلاف من المواطنين المحتفلين بهذه الذكرى مع وجود إجراءات أخرى. نعم جابر، انقل لنا صورة ما يحدث، دع الزميل المصور ينقل لنا جانب من الاحتفال. وودنا سألك أنه هذه المرة يعني هذا العام الأعداد هي أكبر من الأعوام السابقة. نعم. ما السبب وكيف هو التنسيق الأمني؟ نعم. نعم، إجراءات أمنية مشددة في منطقة الأعظمية بهدف تأمين هذه المنطقة. هنالك قطوعات بالفعل بالقرب من مدينة الأعظمية، أتحدث عن سريع محمد القاسم باتجاه تقاطع جامع النداء وذاك هو الطريق السريع، وأيضا جسر الأئمة قطع، وأيضا الشوارع المحيطة بمنطقة الأعظمية قطعت فقط للراجل، لكن في داخل الأعظمية الشوارع الرئيسة داخل الأعظمية لم تقطع. هنالك حركة للسيارات بانسيابية رغم تواجد الآلاف من المواطنين. هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد لتأمين منطقة الأعظمية. بهذا التأمين أيضا نشاهد ارتياح شعبي لتأمين المنطقة، أيضا مع تواجد الشرطة المجتمعية ينتشرون داخل مدينة الأعظمية بهدف الحفاظ على سير عمليات الاحتفال وأيضا لتنظيم المحتفلين باعتبار أن الآلاف هنا يتواجدون في هذه المنطقة، وبالتالي تتواجد فرق من الشرطة المجتمعية لتأمين المكان. أيضا استغلت وزارة الداخلية بنشر فريق من مكافحة المخدرات لتوعية المواطنين عبر توزيع منشورات أو بروشورات يقومون من خلالها توعية المواطنين وشرح مضار المخدرات، وبالتالي الإجراءات هي آمنة ومستتبة مع استمرار الاحتفالات. هنا في هذه النقطة هي النقطة الرئيسية، نقطة تجمع المواطنين بالضبط في الباحة الخارجية للإمام جامع أبي حنيفة النعمان. أيضا هنالك مناقب نبوية في داخل الجامع، أيضا في الطرقات على شكل مواكب تسير في شوارع الأعظمية، تحدث عن شارع 20 وشارع عمر وشارع الضباط، هنالك مواكب لمناقب نبوية، وأيضا يعني نشاهد احتفالات على مستوى النساء والرجال. من الجميل أيضا زملائي في الاستوديو وأيضا المشاهدين، هنالك أجواء تختلف عن داخل يعني هذه الاحتفالات الخارجية، توجد أيضا احتفالات داخلية في الأزقة القديمة لمدينة الأعظمية، احتفالات بغدادية بحتة هي بصراحة لعائلات بغدادية يقومون بالاحتفال عبر يعني إيقاد الشموع وتوزيع الطعام والحلوى على المارة باعتبار أن هذه المنطقة الآن هي نقطة كبيرة، نقطة لتجمع المواطنين ليس فقط من منطقة الأعظمية وأحياء منطقة الأعظمية بل كل مناطق بغداد وحتى من المحافظات
شاهدنا مجاميع من العوائل ومن الشباب يتوافدون إلى المدينة، وبالتالي أصبحت كل الأزقة لمدينة العظمية والشوارع الرئيسة هي معبر للوصول إلى جامع أبي حنيفة النعمان، وأيضا بالقرب من المقبرة الملكية أيضا هنالك احتفال، وبالتالي هذا الاحتفال هو الأكبر ربما على مر السنوات الماضية من ناحية الأعداد الكبيرة، وأيضا من ناحية التنظيم من قبل الوقف السني، ومن ناحية يعني التنظيف في الشوارع العاصمة، وأيضا رفع اللافتات والمنشورات الضوئية للتعريف بهذه المناسبة المهمة، وللتعريف أيضا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع مرور مئات السنين على وفاته وولادته، وبالتالي هذه المناسبة هي مهمة لدى البغداديين خصوصا ولدى العراقيين بشكل عام، يحتفلون في كل عام بهذه المناسبة، والآن هو جانب آخر من هذا الاحتفال السنوي للمواطنين البغداديين. نعم جابر، واضح كما هو بالصورة أن هناك احتفال كبير في العظمية. انضم معنا مراسلنا جابر جمال وناقل لنا مشاهدينا جوانب هذا الاحتفال، شكرا لك جابر.